قال كان ابن سيرين إذا وقع عندهم درهم زيف، يعني التزوير كان في أيام مين؟ محمد بن سيرين، في تزييف للعملة. كان إذا وقع عنده درهم زيف أو ست طوق لم يشتري به. انظر هذا الفقه وهذا الورع. فإذا وقع عنده، يعني أنت في زمان وقعت معك 50 مزورة وأنت لا تعرف أنها مزورة، أخذتها ثم بعدما ذهبت اكتشفت أنها إيش؟ مزورة. هكذا حصل مع مين؟ مع ابن سيرين، وكان هذا الشيء يتكرر. قال لم يشتري به، ما راح هو أخذ 50 وراح مشاها على مين؟ واحد ثاني عبتاع الكزيف في الليل ومسكين مش دار قاعد بعبي لك بنزين وتعطيه 50 المزورة وانت عارف انها ايه؟ مزورة، وهذاك مش راح ينتبه. هذا حرام، لا يجوز. فاذا انت نصب عليك فلا يجوز ان تنصب على مسلم اخر، لا يجوز، حرام. فماذا كان يفعل ابن سيرين؟ كان لا يشتري به، فمات يوم مات وعنده 500 زيوفا كلها مزيفة وستوقة. يعني هذا الشخص إذا وقع في يده المزور فالحل ألا توقع فيه مسلم آخر، واطلب العوض من الله. نعم أطلب العوض من الله، أطلب من الله أن يرزقني خيرا منه. نعم أطلب من الله أن يرزقني خيرا منه. أما ما نرى كما ذكرت لكم أننا نمشيها هنا وهناك فهذا لا يجوز. كما قال لي أحدهم، جمعت كل التزوير عندما انتشرت فترة دينار المعدني المزور، مرت فترة انتشر الدينار المزور، فقال لي أحدهم جمعت 10 دنانير وفي الليل عند الكزيء ناولت إياهن، فلم ينتبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذهبت إلى صاحب الكزيء، هذا موظف، وهذه الدنانير 10 راتبه لا يصل إلى 10 دنانير في ذاك الزمان. فإذا اتق الله عز وجل. هذا حال من ابن سيرين.